السلام عليكم، مرحبا بكم في دروس اللغة التركية. نستمر في دروسنا من اللواحق. كنا قسمنا اللواحق إلى قسمين، يابو مكدري و تشكي مكدري. يابو مكدري كانت لواحق التكوين، تشكي مكدري كانت لواحق التصريف. وكنا شرحنا حتى الآن لواحق التصريف، وكنا تحدثنا عن لواحق التصريف للأسماء ولواحق التصريف للأفعال. بعد الآن سنرى اللواحق التكوين، لواحق التكوين. كان ما الفرق بينهما؟ علينا أن نتذكر هذا. يبومك داري لواحق التكوين كانت تأتي إلى الكلمات وتغير المعنى، أما تشكيمك داري كانت تأتي إلى الكلمات ولا تغير المعنى. يبومك داري لواحق التكوين تنقسم إلى أربعة أقسام: اسمدان اسم يبانكلر، يعني اللواحق التي ستأتي إلى الأسماء، بعد ذلك سنصل إلى الأسماء أيضا، يعني من الاسم إلى الاسم. اسمدان فيل يبانكلر، من الاسم إلى الفعل. فيلدان اسم يبانكلر، من الفعل إلى الاسم. فيلدان فيل يبانكلر، من الفعل إلى الفعل. طبعا بواسطة هذه اللواحق، بواسطة هذه اللواحق. مثلا فلنرى على الأمثلة. مثلا في كلمة أكل أضفنا هذه الكلمة لاحقة، هذه اللاحقة أكل جذر الكلمة، معناها عقل. نعم، أكل أصبح اسم أيضا، عاقل أصبح معناها عاقل. يعني بهذه اللاحقة أصبح اسم أيضا. نعم، مثلا جنش لمك، جنش جذرنا اسم، بهذه اللاحقة أصبح الفعل. نعم، هنا نرى فعل بلمك، يعني بلمك علم، بلجي معلومة، يعني من الفعل إلى الاسم، بهذه اللاحقة أصبح اسم. آلاتمك فعل آلامك، بكا آلاتمك إبكا، يعني من الفعل إلى الفعل بواسطة هذه اللاحقة. نعم، نبدأ من هذا القسم. سنشرح في درسنا واحد منها. نعم، يمكن أن نبدأ الآن. سنرى خلال درسنا لاحقة لك 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 لك، هذا رباعي. آلت وإشياء اسمناري يبار. يمكن أن نحصل بهذه اللواحق على أسماء الآلات والأشياء: kulaklık, gecelik, sabunluk, gözlük. Kulaklık, cezrul kelime kulak, üzün. Adafna hâzihi lâhika, asbaha ma'naha semmâ'a. Naam. Gece, leyl, gecelik, thevbun nevm, sabun, sabun, sabunluk, sabâne. Naam. Göz, ayn, gözlük, nazara. Nam. Yani keyfe nasıl, keyfe nasıl fi hadhihi kelimat ila hadha al ma'na. Nam, bi hadhihi al lawahik, bi hadhihi al lawahik, intabihu hadha. Meslek isimleri yapar. Yumkin an nahsul ala asma'il mihan. Mesela avukat, ma'naha muhami, avukatlık, muhamat. Hemşire, mümerrida, hemşirelik, temriz, doktor, tabip, doktorluk, tababe, profesör, üstad, profesörlük, üstadiyye. Hakeza. Makam mevki isimleri yapar. Yumkin en nahsul ala esma'il menasib. Bakanlık, vizara, valilik, vilaye, rektörlük, riyasetul camia, müdürlük, müdüriye.
Düşünce, inanış isimleri yapar. Yumkin en nahsul ala esma'il i'tikadat vel mezahib. Müslümanlık, İslamiye, milliyetçilik, vataniye, sağcılık, yeminiye, solculuk, yesariye. Soyut isimler yapar. Yumkin en nahsul ala esma'il mücerrede, esma maneviye. Arkadaşlık, sadaka, güzellik, hüsn, zorluk, suube, ölümsüzlük, hulud. Yani بهذه اللواحق نحن نصل هذه المعاني انتبهوا يا أصدقاء. نعم yer isimleri yapar. يمكن أن نحصل على أسماء الأمكنة مثلا samanlık, metben, zeytinlik, bustanuz zeytun, kumluk, remli, çöplük, mezbele. Nعم. Yani نحن نضيف هذه الكلمات كلمة تبن يعني كلمة السمان نحن أضفنا لاحقة لك تغير المعنى انتبهوا نعم صفاتlar yapar يمكن أن نحصل على الصفات بهذه اللاحقة انتبهوا مثلا نرى هناك مثال aylık ücret ay isim ücret isim eydan lakin ma'a hâzî lâhika asbaha hâzâl kısım sıfah intebihû hâzâ aylık ücret ratip şehri bayramlık elbise libâsul îd hediyelik eşya eşya tezkâriye nâm intehâ dersuna hûnâ لو أعجبكم هذا الدرس يمكن أن تدعموني باشتراككم في قناتي أشكركم على صبركم على أمل أن نلتقي في درس آخر السلام عليكم